يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من الدكتور. اهو جه. مساء الخير يا جماعة. ايه الأخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر أدوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه؟ وأنا أعرفك أصلا، أنا بسألك عن بابي. أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس أول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وأنا يا دوب لسه داخل أنام. أصلا أنا كان بقالي 36 ساعة ما نمتش يا. أنتِ اسمك إيه؟ نيلي. بقالي 36 ساعة ما نمتش يا نيلي. غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر أقف عليها. ورغم كده جيت. وجيت له عملت إيه بقى؟ عملت أشعات وتحاليل وكل اللازم. وإيه أخبار التحاليل؟ والله في مشاكل. اليوريك أسيد طلع عالي جدا. وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. أنا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك أسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. أنا مالي أنا ومال رجلك وقرفك؟ أنا بسألك عن بابي. تعبان كويس، محتاج يرتاح، محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي مأخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما اكلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ بدي اشرحها لها ازاي دي؟ قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ست يا قليله الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي ميعاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بت انت؟ انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس. عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي. خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانتي والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انتي لابساها دي. مقزعره؟ انتي عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم تكفى. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، إذا كانت ردت عليك أنت شخصياً مش معقول، يعني دي قليلة الأدب، دي ما تربتش ربع ساعة. ما أنا بقول لك هي عصبية. لا 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 يا عمو، لا ما ينفعش بصراحة، عمالة تهزقك قدام الناس. بصراحة حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها أبيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، أنا مكسوفة من روحي قوي. ظهري يا أخويا إن أنا تقلت عليك. انت اللي مكسوفة؟ انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي اللي استريح فيه، انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاترة دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع احسن دكتور في مصر.
هيجي يتابع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اه اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد سلامة. بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالي يا صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس انا بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله 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 يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنتي فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري وواتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكتشلي زي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. You know what سمينة is of course. Yes.
انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. اي بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ذاتس سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنة التزام أو اتزان I don't know. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهلة. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ Yes let me check. بليز عشان عندي حاجة البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنة. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. سنترال يعني؟ سنترال. بيتك دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انتي. انا بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان هم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازيك؟ اهلا مسهلا عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شريهان. عارف شريهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل، خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطري. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. ورايا. حاضر.